شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففروا إلى الله، هذا هو عنوان الموضوع العام أو عنوان المؤتمر، وكلمتي إن شاء الله تعالى ستكون حول مكانة الأخلاق في الإسلام. مكانة الأخلاق في الإسلام، لكن أود أن أربط بين الموضوع العام الذي هو الفرار إلى الله سبحانه وتعالى وبين حسن الخلق، كيف يتداخلان؟ فالفرار إلى الله يستلزم تصحيح عقيدتنا، الفرار إلى الله يوجب علينا تصحيح تصوراتنا وتشحيذ هممنا وتقوية إيماننا واستكمال إسلامنا وتعميق صلتنا بالله سبحانه وتعالى وتغيير نظرتنا إلى أنفسنا وإلى من حولنا. Today, the conference entitled "Flee to Allah," and the topic of the conference is "Flee to Allah." But today, we'll be speaking about the rank of good manners, and what we the Sheikh wants to do is to show the relationship between us as worshippers, how to flee to Allah. And what's good? What's the rank of good manners, or good manners is got to do, or how they interlink together? And he mentioned that we have to strengthen our iman and deepen our relationship, our sila with Allah Subhanahu wa Taala, and to change our how we look at things, and our vision, and how we and how we look at ourself and our nafs, and how to power Islam as an individual, inshallah. فالفرار إلى الله أيها الإخوة في الله لا يعني الفرار الحسي العملي عن الله سبحانه وتعالى، فهذا مستحيل. كما أن الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته جل جلاله لا تعني أن الإنسان يهرب من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يعني أن نغير شيئا نحن قادرون على تغييره، وأن نصحح واقع نحن معنيون بتصحيحه ومأمورون بتصحيحه. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Flee to Allah does not mean that we become scared of Allah subhanahu wa ta'ala, or we leave what we're doing. It's to bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and to reflect with it, and to be more fearful of Allah subhanahu wa ta'ala, and to understand our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. هذا أيها الإخوة في الله يعني إعادة النظر في عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا وما نظنه عاديا فينا. هذا يعني أن نستكشف مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وحث عليها، وأن نتعرف على مساوئ الأخلاق التي نهى عنها الإسلام حتى نجتنبها ونحاربها وننهى عنها. So we must look at we must re-look at our cultures and how we worship Allah subhanahu wa ta'ala, and we must look at what Islam taught us and what
is Allah subhanahu wa ta'ala told us to stay away from and what to do as worshippers, inshallah. فمفهوم الأخلاق ربما يختلف من شخص إلى شخص أو من مجتمع إلى مجتمع، لكن الأخلاق في الإسلام تعني المعاملة، معاملة الإنسان مع ربه وخالقه، معاملة الإنسان مع نفسه، مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، مع أبنائه، مع جيرانه، مع المجتمع، مع أبناء حارته، مع الأمة كلها، حتى مع أعدائه. كيف يتعامل الإنسان مع هذه الأصناف المختلفة من البشر وهذه الجهات المختلفة؟ فتعني الأخلاق كيف تتعامل في مكان عملك، وكيف تتعامل في مكان حكمك إذا كنت حاكما، كيف تتعامل مع الحاكم إذا كنت محكوما عليه، كيف تتعامل مع كل هذه الجهات، كيف المدرس يدرس وكيف يتعامل مع أبنائه أو مع تلامذته، وكيف يتعامل الطالب مع معلمه ومدرسه، كيف نتعامل مع هذه الجهات المختلفة. الأخلاق أيها الإخوة في الله تعني المواقف التي نتخذها في مختلف الأحوال، عندما نكون غاضبين أو عندما نكون راضين، عندما نكون مرضى أو عندما نكون صاحين، عندما نكون أقوياء أو عندما نكون ضعفاء، فهي المواقف التي تتخذها أو هي ما يجعلك تتخذ هذه المواقف بالأحرى، هي مجموعة القيم والعادات والتقاليد التي يحملها الإنسان كفرد أو كجماعة أو كأمة، هي في الحقيقة يعني هوية الإنسان وهوية المجتمع، هي البوصلة التي تقود الإنسان إما إلى بر الأمان وإما إلى بؤرة الهلاك، هي المنظار الحقيقي الذي تضعه على نفسك حتى تنظر إلى نفسك وإلى من حولك، وهي النظارة التي تعلقها على عين الآخر حتى ينظر إليك فيستكشف من أنت. The أخلاق is there's different definitions when it comes to أخلاق. The meaning of good أخلاق, good manners, might differ in definition from one place and another, from an individual and another. But when in Islam, it's how we deal with things. It's المعاملة. It's how we deal with our brothers and sisters. How we deal with our family. How we deal with our colleagues at work, with our managers. How we deal with our kids. How we deal with how we deal generally with mankind. How we deal with situations. How we and the akhlaq. So it's all about. It's all about the when we're talking about the good manners, we're talking about the stances that we take in these situations. So how do you take your situation when you're in ease or you're in hardship or you're in sickness or you're in health? What's your akhlaq like? Yeah. And the good akhlaq will be like your compass when you're trying to find directions and navigate in your life. It's like your glasses to give you a better vision and to give you a better sight of how to judge situations and how to deal with things, inshallah. ربما يقول بعض الناس أيها الأخوة في الله إن مشكلة العالم الإسلامي أو المجتمعات المسلمة هي مشكلة سياسية، فيقولون أنه إذا صلح مثلا الحاكم أو صلحت الدولة فإن المجتمع سيصلح. وربما يقول بعض أن مشكلة المسلمين هي مشكلة اقتصادية، فلو أن المسلمين كان عندهم المال الكافي لكانت أحوالهم أحسن مما هي عليه الآن. ويقول آخرون إنه تدخل أجنبي، إنه فعل الغرب المستعمر، الغرب الذي
غزا علينا الغزو الفكري الغزو الذي جاء علينا من الخارج. لكن أظن أن مشكلتنا مشكلة أخلاقية بالدرجة الأولى، أزمة أخلاقية. فإن الأمم أيها الأخوة في الله تتفاضل في الأخلاق والقيم والمعتقدات التي تحملها، وليس بالعقل ولا بالعلم. حتى العلم لا يفضل أمة على أمة، لأن العلم يعني مسألة مؤقتة، يعني لا تنتظر الأمم، لا تنتظر العلوم يعني حتى تخرج من أمة إلى أمة. فالعلم يعني مشترك إنساني، الإنسان كله يشترك، والعقل كذلك. لكن الذي تختلف عليه الأمم أو تتفاضل فيما بينها هو الأخلاق، هو القيم، هو المبادئ التي تقوم عليها حضاراتهم. So the good akhlaq is like the compass of to show you the way and to show you the right way. It's like your glasses to give you a better vision. And some people say that the problem with the ummah is where we are today. It's a political reason behind it, where if the leader is a good leader, the ummah will have a better welfare, that we will be a better ummah, just because our so it's a matter of having a good leader. And some say, no, it's not, it's to do with finance. So if we had a better economy back home or in the ummah, then we will have a better livelihood and welfare as an ummah. And some say, no, it might be the interference of the invaders or the West into our affairs. But what it is really, it comes down to the knowledge and to the akhlaq. It comes down to فلا يمكن أن تقوم أمة أيها الإخوة أو تدوم يعني حضارة إلا على ثقافة تعلي المثل العليا للأخلاق. بل إن للأخلاق دورا حقيقيا فاعلا ومؤثرا في تقدم الأفراد والجماعات والشعوب والأمم. إن الفوارق الحقيقية أيها الإخوة في الله في ثقافات الأمم إنما تكمن في أخلاقها. دعونا نتساءل، لماذا تقدم غيرنا وتأخرنا نحن؟ لماذا تقدم الغرب مثلا؟ لماذا تقدمت أوروبا؟ لماذا تقدمت أمريكا؟ لماذا تأخر المسلمون؟ هناك شعوب مسلمة كثيرة يعني تحت خط الفقر، تعاني الفقر والمرض والمشاكل والجهل والفساد، فلماذا؟ ما السر في ذلك؟ أنا رأيت شعوبا أيها الأخوة في الله لا يعد مثلا التسول فيها عيبا، ورأيت شعوبا أخرى تراه ترى التسول خصة يتعالى منها الإنسان، ورأيت شعوبا كذلك لا تعد الشحاذ أو الشحاذة والرشوة والفساد لا تعده عيبا، ورأيت أمما أخرى وشعوبا أخرى تعده وتراه جريمة ضد الكرامة القومية. هذا مكمن المشكلة، هذا مربط الفرس، هذه هي المشكلة الحقيقية التي نعاني منها. فإذا صلحت أخلاق الأمم فإن كل شؤونها سواء كانت اقتصادية أو إنتاجية أو سياسية أو أي مشكلة أخرى فإنها ستنحل إن شاء الله تعالى. So the akhlaq plays a big role in the ummah, and no ummah will grow or revive without a good akhlaq. A good akhlaq plays a big role in excelling as an ummah, to grow, to do better, to develop. Akhlaq plays a big role in all of these. If we look at ourselves and we ask ourselves, why are we behind? Why is the West excelling and we still behind? Why is it that we have people in poverty? Why are we still a third world, third world countries?
Why is it in some lands that you see homelessness and people in poverty and people in need that it's a normal thing? When in some places that they see otherwise, why is it that we in some countries that we visited that we see given bribe or given or given something like that to get your way, they see as normal things and they see permissible to get your rights, and in some nations it is considered as corruption. If our akhlaq is good akhlaq, if we have good manners as individuals, as ummah, we will be a good ummah and we will be excel. أما إذا جئنا أيها الأخوة في الله إلى مكانة الأخلاق في الإسلام وكيف أن الإسلام تحدث عن الإسلام عن الأخلاق الحسنة والفاضلة، فنرجع إلى القرآن العظيم. القرآن تحدث عن مهمة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا أرسل إلينا؟ يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعاء إبراهيم عليه السلام قبل إبراهيم عندما انتهى من بناء الكعبة المشرفة، ثم رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ودعا لذريته الذين سيأتون يعني بعد وفاته، فكان مما دعا به ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم يعني في ذريته رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه في سورة البقرة. وفي نفس السورة سورة البقرة مرة ثانية يقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. نفس الأربعة الأمور التي ذكرت في الآية الأولى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أربعة أمور: تلاوة آيات الله وتعليم كتاب الله أو تعليم الكتاب وتعليم الحكمة وتزكية النفوس. في سورة آل عمران ردد الله سبحانه وتعالى نفس القضية، فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. يعمل إيه؟ ماذا يعمل هذا الرسول؟ رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نفس الأربعة الأمور. وفي سورة الجمعة يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن المؤمنين أو عن العرب الأميين الذين كانوا بلا كتاب بدون كتاب قبل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول سبحانه وتعالى ممتنا عليهم: هو الذي بعث فيهم رسولا منهم. ماذا يعمل هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الأمور الأربعة: تلاوة آيات الله الذي هو ربط الأمة بمصدر التلقي، توحيد مصدر التلقي الذي تتلقى منه الأمة، وتعليم الكتاب الذي هو الحلال والحرام والقواعد يعني والمعاملات وكل الأمور هذه التي يتعامل بها الناس، وتعليم الحكمة التي هي يعني الأخلاق الحسنة، وتزكية النفوس التي تتداخل مع التزكية يعني مع الحكمة. كل هذه الأمور هي التي ردد الله سبحانه وتعالى فيها، وسوف نفصل إن شاء الله تعالى في تزكية النفوس بعد إن شاء الله تعالى. And if we look at the rank of akhlaq and how Allah subhanahu wa ta'ala and how the Islam has taught us to have good manners, and the rank of good manners is mentioned in several verses in the Quran,
Sheikh mentions first in Surah Al-Baqarah, some in Al-Imran, and the dua of our father Ibrahim, when he said that, oh Allah sent a messenger that will teach them the to teach them the Quran. And this is the other verse that رَبَّنَا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ that oh Allah sent among them a messenger of their own, which is the Rasulullah who shall recite. So first is to recite عَلَيْهِ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمْ, and then to teach them the affairs, how to deal with things, good manners, to have good akhlaq, to have hikmah, wisdom in what you do, how you do things. And so in many occasions Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned good manners, and Rasulullah came to teach us the best of manners. And this was mentioned in many occasions in the Quran. And when we look at the seerah as well, we see that Rasulullah was to deal with things in good akhlaq and good hikmah. بارك الله فيك. فالأخلاق الحسنة أو تقويم السلوك أو تهذيب الأخلاق, هذه القضية يعني قضية من أربعة قضايا بعث لها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا نظرنا أيها الأخوة إلى القرآن تبين أنه يعمق الصلة بين العقيدة والعبادة والأخلاق, وأنها كلها عبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى, وأن الإنسان إذا حسن خلقه فإنه ينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يجزيه على ذلك بالجنة. اقرأ مثلا قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, هذه عقيدة. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, وهذه هذا إحسان وأخلاق وتفضل. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا, هذه عبادة وأخلاق. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, وهذا قمة أنواع يعني الأخلاق الحسنة, الأخلاق الحسنة الفاضلة. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإذا نظرنا إلى القرآن العظيم فإنه يكرر ويعني يشبك بين العبادة والعقيدة والأخلاق. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون, ذكر الصلاة ثم ذكر سبحانه وتعالى اللغو. والذين هم للزكاة فاعلون وهي عبادة, والذين هم لفروجهم حافظون وهي أخلاق. فترى أن الإسلام يراوح أن القرآن يراوح بين الأخلاق الفاضلة ويعتبرها نوعا من أنواع العبادة ونوعا من أنواع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. So the Sheikh mentioned that the good manners in Islam it's encouraged by Allah subhanahu wa ta'ala and the Rasul sallallahu alayhi wa sallam and the Quran and the Sunnah, and to have better manners and to have good manners it's an act of worship, it's something that will get you into Jannah inshaAllah. And he mentioned some of the verses ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, that the piety is not, or the righteousness is not to turn your faces towards the east or the west of prayers. And he mentioned it to the rest of the ayah that, that you know, you have to help the orphans, help the orphans, and the masakeen, the poor, those who need, or in the sabeel, those that are in need, and those that are asking for help.
So this is akhlaq. Again, you know, when if you hear that someone's asking you how you're going to react to the situation, what's going to be your response? Are you going to say no, or are you going to help? Akhlaq. And he also mentioned some of the verses, Surah Al-Mu'minun, I was going to start on you, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, that the believers have succeeded. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, those that have khushu' in their salah. And this is, وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى اللَّهُمْ يَعْرُضُونَ, and those that stay away from unnecessary talk. And this is akhlaq, not to love is not to, it's not to gossip, it's to say something that is no good and it's no bad. So it's unnecessary, so this is good manners. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ الْحَافِظُونَ, and those that protect their private parts. So all these are examples of having good manners and having and not just as an individual. It's also how you deal with people, how to deal with situations. بارك الله فيك. بل أيها الأخوة, إن الإسلام يعد الأخلاق الحسنة والفاضلة والآداب العامة التي أمرها الإسلام يعدها أنواعا من الإيمان, بل شعبا من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم, الإيمان بضع وسبعون شعبة, فأعلاها قول لا إله إلا الله. وهذه عقيدة, لا إله إلا الله يعني عقيدة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, وهذا نوع من أنواع الأدب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم, والحياء شعبة من الإيمان. فالأخلاق الحسنة نوع من العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المسلم وهو يمارس حياته العادية بحسن خلقه الذي أمره الإسلام فهو مأجور إن شاء الله تعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعد الابتسامة في وجه أخيك أو ملاقاتك لأخيك بوجه الطريق نوعا من أنواع الصدقة. والكلمة الطيبة يعده صدقة. وإعانتك لأخيك في دابتي مثلا أو في سيارتي يعده النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الصدقة. فهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى مع كونه أنك لا تعمل شيئا, إنما تمارس حياتك بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاد الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول, وهو يدلنا على أهمية الخلق الحسن, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهمة بعثته كانت, وإنما هذه أداة حصر, يعني إنما بعثت, لم أبعث لشيء آخر, وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم, وهو يدلنا على يعني الربط أو العلاقة أو الصلة بين الإيمان والخلق الحسن, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فأكثر يعني أحسن وأفضل المؤمن, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم, إن خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويدلنا على هذا, إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم أو القائم الصائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه, إنه لا يعمل شيئا وإنما يتعامل مع الناس, مع نفسه, مع أهله, مع أسرته, مع جيرانه بحسن الخلق, ولا يعمل عبادة كثيرة, لا يقوم الليل ولا يصوم النهار إلا الفرض أو الفرائض, ثم يوصله الله سبحانه وتعالى ويصل درجته إلى درجة الصائمين القائمين طول أيامهم وطول نهارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم, هو يدلنا على أن هذه الأخلاق الحسنة, هذه الطلاقة في وجهك, هذه الابتسامة يعني على شفاك, كل هذه الأخلاق الحسنة الفاضلة إنما توضع في الميزان يعني كأعمال وقرب تقربت بها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن خلقه, ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن خلقه. Good manners is considered as a branch of the iman, and shyness as well. This is being shy and not being being shy is also considered as another branch of iman.
الرسول صلى الله عليه وسلم said smiling at your brother is a sadaqah, and this is a good manner. You know, when you, this is a good follow-up when you, you know, when you see somebody that you smile at them, regardless of the circumstances, regardless of the atmosphere that you were in before you saw the brother or this is or your family member, your family, you have that smile, and this is considered to be a sadaqah. So good manners is a worship, and we are, alhamdulillah, being removed of it. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, I was only sent to complete the good manners, makarim al-akhlaq. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم also said that the most complete mu'min, the most complete believer, is the best in manners. So the one with the good manners is the best mu'min. So we can see here that iman goes alongside good manners, whether it's a branch of iman or it goes alongside al iman. And there is another hadith of Rasulullah that mentioned that the person of good manners will get the reward of the one صائم and قائم. الصائم والقائم. So الصائم is getting the reward in the morning, and the قائم is getting it at night. So he's the one of good manners is getting the same reward as الصائم والقائم. So this is another hadith of Rasulullah صلى الله عليه وسلم of the benefit of having good manners and the rank of Allah subhanahu wa ta'ala when you have good manners. فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق هو المثل صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فالله سبحانه وتعالى يسمي أو يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خلق عظيم. فشيء وصفه الله سبحانه وتعالى الله العظيم يصف شيئا بأنه شيء عظيم، فهذا يدل على أن هذا الشيء يعني شيء عظيم في الحقيقة. يقول الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني لأصحابك، فبما رحمة من الله رحمة وضعها الله سبحانه وتعالى في قلبك لنت لأصحابك، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيء الخلق، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فضا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم غليظا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم انسانا منفرا، لفر الصحابه رضي الله تعالى عنهم عنه صلى الله عليه وسلم، لانفضوا من حوله. ويصفه سبحانه وتعالى فيقول سبحانه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرسول الذي جاءكم اللي هو من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني صعب عليه ما اثقل كاهلكم، ما اثقلكم ما يثقلكم، كل شيء صعب عليكم فهو صعب عليه ايضا صلى الله عليه واله وسلم. هو حريص عليكم يحرص من اجلكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو رؤوف صلى الله عليه وسلم ورؤوف ورحيم بالمؤمنين. يقول انس رضي الله تعالى عنه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المكثرين من النبي صلى الله عليه وسلم الذين اخذوا العلم عنه صلى الله عليه وسلم، يقول انس وكان خادما له عاملا في بيته صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. وهذه شهاده، شهاده وان كان شهاده صديق، لكنه كان موضوعيا عندما قال ذلك وضرب لذلك أمثلة. فقال إني خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي قط أف، يعني لم يتضجر صلى الله عليه وسلم يوما ما من شيء فعلت. وهو كان طفلا صغيرا، والأطفال كما نعلم ربما ينسون، ربما يخطئون، ربما يقدمون ويؤخرون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لشيء فعله لما فعلت ذلك، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعل ذلك.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم قمة في حسن الخلق، فلا أحد في الوجود، لا أحد في الدنيا أحسن منه خلقا صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala says that the Prophet, to say about the Prophet that indeed you are with good manners. So Allah subhanahu wa ta'ala confirms that Rasul sallallahu alayhi wa sallam has good manners. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this in verses in the Quran. And the Sheikh mentioned two of them, inshallah. And one of them is the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah. فَبِمَا رَأَيْتَمْ. And by Allah subhanahu wa ta'ala says, and by the mercy of Allah, you dealt with them gently. And this is good manners. That Allah subhanahu wa ta'ala, the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, is dealing with everybody in gentle way, in good manners, regardless what he was going through with the da'wah. وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا غَلِيظًا قَلْبًا. And if you were, or if you had been severe and harsh-hearted, they would have broken away from you. So if you were, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that you are someone with good with rahmah, with good manners, and if you were harsh-hearted, they would have broken away. And this is one of the example of Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And then another example that the Shaykh gave was al-Najm laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayh ما عندكم نفس. Verily there has come unto you a messenger, Rasul صلى الله عليه وسلم, from amongst yourself. It grieves him that you should receive an injury or difficulty. And Allah subhanahu wa ta'ala says, حريص عليكم في المؤمنين رؤوف رحيم. That he is someone that is kind with you. And he's and he's someone that he's got rafa in you, he's got kindness on you. So this is another good example of having good manners and rahmah that Allah subhanahu wa ta'ala confirmed in the Quran by Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And another example was the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam of Anas radiallahu anhu, where he was a servant, and he said that the Rasulullah he had the best of manners, that during the time that he was the Rasulullah, he never said to him off, he never asked him why did you do this or why didn't you do this, even though as a youngster you would have shuka, you would forget things, but Rasulullah during all this time he never asked him why did you do this or why didn't you do it, or even said to him off. And this is فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة كان مثالا في حسن الخلق. كان صلى الله عليه وسلم وضع الله سبحانه وتعالى في وجهه المهابة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبونه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم وهو يعني صحابي متأخر، عبد الله بن عمرو بن عاص بن وائل رضي الله تعالى عنه، وهو من أسلم يعني متأخرا جدا، وكان عدوا لدودا للإسلام قبل إسلامه. لما دخل في الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خلقه ورأى وجهه ورأى رحمته ورأفته، كلما شاف يعني هذه الأمور العجيبة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا أكثر من الآخرين، حتى جرأ ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله من أحب الناس إليك، وهو يظن أنه سيقول أنت، وفي أبو بكر وفي عمر رضي الله تعالى عنه وفي عثمان صحابة،
كانوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة وهو يعني أسلم وتأخر إسلامه عمرو بن العاص يعني 20 سنة قبل يعني بعد بدء النبوة تأخر 20 سنة. فلما دخل في الإسلام حسب وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا أكثر من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني يتساءل الإنسان كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأمور، كيف ربط هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأنساه كل ما عمله من حربه ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاتلته ضد أصحابه رضي الله تعالى عنه. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألا تقرأ القرآن؟ فقال السائل نعم. فقالت إن خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى هذه الشعلة النيرة من الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية العالية أعطاها لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وورثهم رضي الله تعالى عنهم، وعاهد هذه الأخلاق وكرر وقرر صلى الله عليه وسلم، فكانوا من بعده خير خلف لخير سلف، كانوا قد أخذوا هذه الأخلاق واكتسبوها يعني وجعلوها عادة وطبيعة في حياتهم، طبيعية في حياتهم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يشهد لهم، وهو سبحانه وتعالى يشهد لهم هذه الأخلاق الفاضلة، يقول سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لكنه لرأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لعنتم، يقول سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذه الأخلاق الفاضلة الحسنة يشهد الله سبحانه وتعالى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتصفون بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك شهد لهم بهذه الأخلاق الحسنة والخيرية، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير الناس على الإطلاق، ما فيش واحد ثاني يعني أفضل منهم أو أحسن منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث هذه الأخلاق العجيبة الفاضلة لأصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى ورثوها هم لمن خلفهم رضي الله تعالى عنهم. So subhanAllah, the Prophet was a great example of good manners, and the Sahabas loved him so much, and a good example of that was Amr ibn al-As, and because of the Rasulullah he had the best of manners that people weren't able to tell if this is the Rasulullah or if they're their favorite. And the Rasulullah there was an incident with Amr ibn al-As, and we all know that he entered Islam quite late, and he had he was at war with the Muslims, and he had a lot of clashes with the Muslims before he came into Islam. And when he came into Islam and he entered Islam, Rasulullah was treating him with good manners. He was treating him very well, and that to the extent that Umar ibn al-As started thinking and he thought that he was the favorite and the most beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And he went to the extent of asking Rasul sallallahu alayhi wa sallam, who's your favorite, Ya Rasulullah? Just to confirm that feeling that he had, subhanAllah. And Aisha radiallahu anha, she was asked what is the likeness of the Rasulullah, and she said, don't you read the Quran, his akhlaq is the Quran. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wrote the Quran. So and the Sahaba radiallahu anha, they loved the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and they saw the good akhlaq, and this good akhlaq to them it was like a torch to enlighten their da'wah and their path, inshaAllah. And
And what they've done is they have inherited the amana of the deen as well as the good manners. Then the Salaf, then the followers after that. And the Rasulullah said the best of people are the people of my era or my time, which is the Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Then the time after that, then the time after that. So كما يقولون يقول أحد الجنود الذين أسروا من فارس ثم بعد ذلك يعني امتن عليهم المسلمون وصرحوهم يقول بعدما رجع إلى قومه إنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويتحدث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول إنهم يقومون الليل يعني للصلاة ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون فيما بينهم فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عدولا كانوا أتقياء كانوا برا كانوا أصدقاء كانوا أوفياء كانوا رضي الله تعالى عنهم يتعاملون الناس بما يريده الله سبحانه وتعالى لا ما تشتهيه أنفسهم لا ما تريده أنفسهم الأمارة بالسوء لا إنهم كانوا رضي الله تعالى عنهم عاملوا الناس فيما بينهم وفيما بين الآخرين وحتى عاملوا أعداءهم بحسن الخلق الذي دعا إليه الإسلام. After the Sahaba رضي الله عنهم وارضاهم understood the importance of good manners, they utilized this in their da'wah and they this was one of the things that they've used in da'wah and how they interacted with people outside of Islam. And there was a statement here mentioned by one of the enemies of Islam, which was is from Faris, the land of Kajia, and he said that about the Muslims, that they do the night prayers and they fast the morning and they keep their promises. And they keep their promises and they are moderate between each other and they're fair between one another. And يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, that they enjoy the khair and forbid the evil. And there was another example, but I've missed it, so I apologize. واليوم أيها الأخوة, واليوم أيها الأخوة, وفي هذه العصور المتأخرة والقرون هذه, قد داهم أمة الإسلام خطر كبير وشر مستطير, وهو انهيار منظومة الأخلاق التي دعا إليها الإسلام والفطرة السليمة. وفي تقديري أيها الإخوة في الله أن هذا أصل المصائب والتخلف والتقاتل والفقر والمرض والجور والظلم الذي يحدث في بلادنا. يقول علماء المسلمين إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة, ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقول العلماء الدنيا تدوم مع العدل مع والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. فهذه الأخلاق من العدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كل هذه الأخلاق التي نفتقدها في حياتنا في مجتمعاتنا مما يعني سبب لنا هذه المشاكل وهذا التخلف وهذا التقهقر الذي تقهقر فيه المسلمون على غيره. One of what the Sheikh said is that today and in the era that we live in, that our ummah is threatened by bad manners. And he gave the example of the ulama that they said that Allah subhanahu wa ta'ala will give victory to the land that is got justice
الدولة العادلة الآن is for justice even though if they're not Muslims. Over the Muslim land that has no justice. So when you look at our status today, if you have no justice, you will not excel, you will not be in good status. And another example was that, which is the same about the about that good manners is what is needed for us Muslims as this ummah, and this is not something that we need, and without it, the ummah would be threatened, as he mentioned. بارك الله فيك. أيها الأخوة في الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتحدث عن آخر الزمان وعن أمتي في آخر الزمان، يرشق أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني الأمم ستتكالب عليكم، ستقاتلكم وتحاربكم الأمم الأخرى غير المسلمة في آخر الزمان. فقال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أمن قلة يا رسول الله؟ يعني هل هذه المشكلة تكالب الأعداء علينا وضعفنا، هل سببه أننا أقلة في ذلك اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنتم كثير لكن المشكلة أن الجودة لا توجد فيكم، أن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام لا توجد فيكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزعن الله من ولا يضعن الله سبحانه وتعالى في قلوبكم الوهن وحب الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى سيضع في قلوبكم الوهن. فقالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ فقال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا يسبب أيها الإخوة الجشع والتكالب على الدنيا والحسد والبغضاء والتنافس على الدنيا والظلم والجور وأخذ أموال الناس، كل هذه الأمور سببها حب الدنيا. وكراهية الموت إنه ينزع، كراهية الموت تنزع يعني من أخلاق الإنسان أو من الإنسان قلب الإنسان الشجاعة والنخوة والنجدة التي كانت من أفضل الأخلاق التي كان يأمر بها الإسلام ويعني تنزل الصبر من قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدلنا على أن أمة الإسلام سيصيبها في آخر الزمان مشكلة، وهذه المشكلة مشكلة أخلاقية بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأنهم يحبون الدنيا وبالتالي يتكالبون عليها ويتقاتلون عليها ويظلم بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا من أجل الدنيا، وأنهم يكرهون الموت فلا يجترئون عليه، فلا يواجهون الموت، فلا ينصرون أمتهم، فلا يصبرون. كل هذه الأمور ستحدث في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم also mentioned that hadith that the ummah, that the nation will will come together and they will gather around the ummah like they are sitting around a feast. And Sahaba asked, Ya Rasulullah, is this because we are going to be small in numbers? And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, no, it's because that you will be like a foam. You look great in numbers, but you are weak. Yeah. So what the Sheikh mentioned is that it's like the Sheikh, it's like the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying that it's not about quantity, it's about quality. The Muslims, you can have as many numbers as you want, but if you don't have quality, this. The number is not going to benefit you. And Rasulullah mentioned in the hadith, the same hadith, that Allah subhanahu wa ta'ala will put al-wahm. So the Sahaba said, Ya Rasulullah, what is al-wahm? And Rasulullah said that al-wahm is حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا is the love for this dunya. And when you have love for this dunya is when you have this jealousy between us,
as human beings. Because حب الدنيا, if it's something for آخرة, and a brother done it, you would not hate. You would say, oh, you know, Allah, he done it, let me be him in another ajr, another reward. So if it's حب الدنيا, you will have jealousy between you, you will have hate, you will have vanity, you will have pride, you will start fighting each other, you will start blaming each other, أعوذ بالله, killing each other. So this is حب الدنيا, and وكراهية الموت is the hate for death. So when you have death, will come to all of us. But when somebody, وَلَيَالَكَ بِاللَّهِ يُسْبَقُ, the hate for death, and he's so attached to this dunya, and he's got love to this dunya, what he will do is he will have no sabr when it comes to hardship, whether it's health, he will not stand up for his brothers and sisters and give them victory. He will not help to his brothers and sisters because he's scared of death, he's scared of injuries, he's scared of many things because of the حب الدنيا وكراهية الموت. بارك الله فيكم. فإن شاء الله تعالى كخلاصة لما سبق أن قلناه أيها الأخوة في الله, أعود ببعض المظاهر التي أراها أنها يعني من مظاهر يعني غياب حسن الخلق وانتشار سوء الخلق بين المسلمين. من هذه المشاكل ومن هذه المظاهر انتشار ظاهرة الكذب وغياب الصدق. والكذب أيها الأخوة أسوأ طباع البشر, الكذب أسوأ طباع البشر وأصل النفاق. النفاق أصله وأساسه هو الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث, ويذكر منها صلى الله عليه وسلم وإذا حدث كذب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق يهدي إلى البر. والبر قدمناه في الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. كل هذه المحاسن, كل هذه المكارم, كل هذه الإيمانيات هي البر, يعني تنتظمها هذه الكلمة, كلمة البر. فكذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن صدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي إلى الجنة, وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا التيتل, هذا العنوان. وإن الرجل لا يكذب ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار, وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله من الكذب. Just to conclude, inshallah, one of the things that is bad manners is caused to the ummah is the intishar al-kadhib, which is the spread, widespread of lying, and lying is the root of nifaq, riyad billah, hypocrisy, and. And the siddh will guide the individual, will guide him to piety. And a man, we mentioned the hadith of Rasulullah, that a man would say the truth until he will be written in Allah as an sadiq, as an honest man. And a man will say lies until he will be written in Allah as a liar. And والثاني غياب الوفاء بالوعود والعهود والمواثيق. ربما نعد ذلك شطارة أو ذكاء. الإنسان اللي يكذب عليك يعني يعطيك الموعد والموثق, يعني والموثق فتثق فيه ثم يخونك. ربما نعد ذلك شطارة, لكنها ليست شطارة ولا دهاء ولا ذكاء, وإنما هو نوع من أنواع النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفي العهد حتى للكفار, حتى في حالة الحرب. في حالة الحرب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفي العهد. ومما حدث أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم في حرب, فكان اثنان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقعوا أسرى في يد العدو, فقالوا نحن لسنا من المسلمين, إنما جئنا يعني هنا يعني مرورا هكذا.
فقالوا لا أنتم تذهبون إلى محمد، أنتم تذهبون إلى المدينة فتساندون محمدا في حربه ضدنا، هكذا قال الكفار. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا، إننا لم نأتي هنا إلا سفرا وكنا يعني جئنا للذهاب إلى المدينة. فقالوا إذا يعني صرحناكم فأعطونا عهدكم ومواثيقكم أنكم لا تقاتلوننا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا نعم. فلما جاء الصحابيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، أنهما وقع في يد العدو وأنهما أعطيا العدو يعني عهدا أنهما لا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم عهدهم ونتوكل عليهم ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ضدهم. فهذا يعني يعطيك مثال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحافظ على العهود والمواثيق حتى في أحلك الظروف. The second thing that Hashem mentioned about it's about breaking promises. Someone of good akhlaq, he would not keep his promises. And this is widespread at our time. And he gave an example of the time of Rasulullah ﷺ, of the Sahaba when they were traveling to Al-Madinah and they were captive, and then the kuffar asked him, "Are you going to Al-Madinah to assist Rasulullah ﷺ?" They said, "No, we only travelers." They said, "You promised us that you will not go there and help." They said, "We promise." So when they went to Rasulullah ﷺ, he said, "No, we must keep our promises to them, and we must rely on Allah to give us victory against them." So even in hardship, when Rasulullah ﷺ is in Medina, where he's shooting numbers, shooting aid, he's still keeping his promises to the enemies. Not any non-Muslims, he's keeping it to his enemies, the kuffar of Quraysh. So this is another example, inshallah. بارك فيك. من الأمثلة على ذلك أيها الإخوة الغش في البيع والشراء والفساد في الحكم والمسؤوليات. فالكثير من البلاد المسلمة يعني تتربع على قمة الدول الفاسدة. لو نظرت إلى دول العالم وقيل أي دولة أكثر فسادا فإنك سوف تجد في العشرة الدول الأولى في الفساد دولا إسلامية مسلمة، شعوبا مسلمة. لماذا هذا الفساد؟ لماذا الفساد في الحكم؟ لماذا الفساد يعني في المعاملات؟ لماذا الفساد في نهب أموال الناس؟ لماذا الفساد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش أو من غشنا فليس منا، فليس من المسلمين، ليس من طمع المسلم أنه يغش. لا، المسلم ناصح، والله سبحانه وتعالى أمره بأن يكون ناصحا. الدين النصيحة، يعني النصيحة أنه طواعية، أنه ناصح، أنه لا يخون، أنه لا يغش. فهذه الخسيس أو طبع يعني خسيس اللي هو الغش في البيع والشراء، وكذلك الفساد وانتشار الفساد في الحكم وفي كل هذه المؤسسات يعد نوعا من أنواع سوء الخلق المنتشر بين المسلمين. The third point is خيانة الأمانة, which is someone to have no أمانة, no trust, or a cheating person. And this can go from a businessman trading in what he sells, or someone that you've given him responsibility. Let's say as a place, as an organization, or to as a country, and this is something that is widespread. That you have someone that you give him responsibility, and he has no amana. يعني سبحان الله, they say responsibility is to respond at your best ability. You have people that they don't know anything about that amana, and they've taken that amana and they just waste it. And this is very widespread. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, whoever cheats us is not from us. So the Muslims are here to spread good manners,
and to and not to cheat people and to keep their promises. ومن الأمثلة على ذلك أيها الإخوة انتشار حقوق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا بعد أداء حقوقه سبحانه وتعالى أن نؤدي حقوق الوالدين. فحقوق الوالدين يعني تأتي في المرتبة الثانية بعد حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قطيعة الأرحام. قطيعة الأرحام وآتي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فالله سبحانه وتعالى أوجب هذه الحقوق. هذه الحقوق واجبة على المسلم ديانة. فهي واجبة عليه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى علامة على المسلم. فقال سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهناك حقوق معلومة وواجبات عليك تجاه أقاربك تجاه يعني الذين يجب عليك الإحسان لهم. The fourth, inshallah, is حقوق الوالدين is being bad to parents or to family members. And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it many occasions in the Quran that being good to your family, to al-arham, and it's something that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, and it's like it's a wajib, it's a fard, and it's considered like a debt on you that you have to fulfill, that you have to do. It's not something that is a sunnah, it's not something that it brings you closer, it's a fard that we have to do, and this is something that is widespread at the moment as well. Barakallahu feek. ومن ذلك أيها الإخوة سأذكر الكل إن شاء الله تعالى حتى ننتهي من الموضوع وأطلنا الكلام فيه. من ذلك أيها الإخوة الحسد والحقد والغل والكراهية بين المسلمين. فتجد يعني الحقد والكراهية بين المسلمين بين القبائل المسلمة بين الأفراد المسلمين بين الشعوب المسلمة بين دولة وأخرى. وهذه من أسوأ ما زرعه يعني أعداء الإسلام بين المسلمين الكراهية بين يعني هذه الشعوب المسلمة. فعلينا أن نحاول أن نخفف أو أن يعني ننزع هذه الأمراض الحسد والحقد والغل وكل هذه الكراهية من قلوب المسلمين. وكذلك أيها الأخوة مما يعد من أسوأ يعني أنواع سوء الخلق أكل أموال الناس بالباطل. وهذا منتشر في بلاد المسلمين بين الشعوب المسلمة. وبذلك شهادة الزور والتزوير وهو موجود طبعا. وكذلك غياب خلق التراحم وروح الإحسان. فالحاكم مثلا لا يرحم المحكومين والزوج لا يرحم زوجته والوالد لا يرحم أبناءه والأبناء لا يرحمون والدهم والجار لا يرحم جاره. هذه مشكلة يجب علينا أن نحلها. وكذلك مثلا الدولة لا ترحم الرعية الشرطة والبوليس يعني لا يرحم الناس وإنما يعاملهم بكل قسوة وفظاظة. ومن ذلك أيها الإخوة الكبر والغرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر والعياذ بالله تعالى. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومن ذلك أيها الإخوة عدم مراعاة مشاعر الآخرين وعدم الاهتمام بحقوق الإنسان فضلا عن حقوق المسلمين. فالحرج في ذلك كثير والجرح جرح المسلمين في مشاعرهم وشتمهم وسبهم ولعنهم كل هذه الأمور أمور وكأنها عادية. ومن تفرج على مثلا أو شاهد بعض القنوات المسلمة التي يكون فيها حوار في قضية سياسية أو في قضية اجتماعية يعني يجد عشرات الأمثلة لكل ما قلناه من هذا النوع. وبارك الله فيكم. جزاك الله خير شيخ. And we'll just mention the whole thing إن شاء الله. And one of the things
because of us, because of good manners, is the hasad, is the jealousy and the envy between the Muslims, and to have grudges between brothers and families, or even you know, in high level between countries, subhanAllah, because of bad manners, whether it's football or anything, you will have this is widespread as well, which is the hasad wal-ghil wal-karahi and hate as well. This is all between the Muslims, and this is because of bad manners. Another thing, because of good manners, is akla amwal muslim al-nas al-batil, that you take the money of the people unlawfully, you eat their money with no haqq. You have your own justifications for that. You say, oh, it's my haqq. Or this is another widespread which is we need to look at, inshallah. And shahada al-zur as well is something that is widespread. What this we shahada al-zur is to testify with zulm, that you know it's wrong and you need to testify it. This is called shahada al-zur. And not seeing the haqq with tadbir, and to cheat. And we see a lot of cheating going on, whether it's between businesses or family members when it comes to inheritance, alhamdulillah, or when it comes to country, where when it comes to election, where you see people got 99% in their election. And there's a lot of tadbir, there's a lot of cheating going on. And غياب الحق غياب الخلع طراحهم, the absence of the tarahum, of having mercy in how you deal with people. Rahma is very important, and you see that if someone will deal with his wife with no rahma, or will deal with his child with no rahma, or the policeman will deal with the people, or the ministers will deal with the people with no rahma. And this is why it's spread, subhanAllah, this is all because of bad manners. And al-kibr wal-ghurur, which is pride and vanity. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in many verses that you should, move humble in this dunya, and be a humble servant to Allah subhanahu wa ta'ala, and to lower your wings when you speak to people, and when you in all your affairs. Finally, it's not caring about the feelings of others, and not caring about the haqooq, the rights of our human beings, where you just, all you care about is yourself, and you don't care who's on the other side of the street or who lives behind you. And this is haqq. You have to give your neighbor his haqq. You have to give the non-Muslims their haqq. You have to give every other person that is outside of your family, outside of your friends, outside of your circles, has to be haqq on you as a Muslim. So we don't transgress with swearing at them or saying things about them that they dislike. And JazakumAllah khair, and the Sheikh. فبارك الله فيكم أيها الأخوة, وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. وليحاول كل واحد منا إن شاء الله تعالى أن على حسب يعني استطاعتي وعلى حسب قدرتي أن يحسن من خلقه, لأن كما بينا ورأينا في هذه المجالة إن حسن الخلق من الدين, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فإذا كملنا إن شاء الله تعالى ورفعنا مستوى أخلاقنا, فإن ذلك سيرفع بالضرورة مستوى إيماننا الذي هو طبعا ما إن شاء الله تعالى ما سينقذنا من النار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل يعني من أهل دينه ومن أهل حسن خلقه, وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وسدد الله خطاكم. Thanking everyone for attending today, and the lecture is inshallah, what it wants from everyone inshallah is to work towards bettering our akhlaq and our manners. And inshallah, this is something that will bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala,
this is something that will, inshallah, enter us to paradise. But Allah subhanahu wa ta'ala said that the best value is in Iman, is the one with good manners. Once again, we thank the Shaykh of the heart of Najashi Masjid and the بساقي أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق.